سجل حافل من التنبؤات المثيرة للجدل تملكه العرافة البلغارية بابا فانجا المشهورة باسم العرافة العمياء. توفيت عام 1996، لكن نشر على الإنترنت قائمة تنبؤات نسبت لها تمتد من عام 2008 وحتى عام 5079، من ضمنها تنبؤات مرعبة لعام 2023. وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن فانجا أشارت لعام 2023 بأنه سيشهد دراسات للأسلحة البيولوجية على البشر ستجريها دولة كبيرة وستؤدي لمقتل الآلاف من البشر، وأشارت إلى احتمالية حدوث انفجار في محطة للطاقة النووية في عام 2023. كما توقعت فانجا بأن يشهد كوكب الأرض تغييراً في مداره، لكن دون تقديم تفاصيل حول ذلك الأمر. ومن التوقعات أيضاً أن كوكب الأرض سيتعرض لعاصفة شمسية كبيرة ويمكن أن تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الاتصالات. وتوقعت فانجا أن تحظر الحكومات حول العالم الولادات البشرية الطبيعية. وأنتم، ما رأيكم بهذه التوقعات؟